أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل دراسة العقيدة والتبحر فيها واجب على كل فقيه ومحدث وطالب علم؟ نعم، لابد حسب الاستطاعة، لابد أنه يتعلم العقيدة حسب استطاعته ومقدرته، وكل ما تبحر في العقيدة كل ما زاد يقينه وإيمانه. لا شك أن إيمان العالم الراسخ أقوى من إيمان العالم الذي دون ذلك، وإيمان العالم أقوى وأرسخ من إيمان العامي. نعم، أحسن الله إليكم. العلم يزيد الإيمان ويزيد المعرفة والعقيدة، يتبين لك أشياء ما كنت تعرفها من قبل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.